صالحة برك ولايتك كدا. أهلا مرحبا بك. أهلا يعيشك. تفضلي. يزيد فضلك. حبيت بك نسقسيكم، أنا أم أرملة لثلاث أولاد. نعم. وعندي وليدي وسطاني شغل متربي في دار جدو، شغل من اللي مات باباهم صراو لي هكا مشاكل، دخلت شغل صار في ديبريسيون، من راني نداوي فيهم عند بسيكولوج، ودركا شغل ناس داري هم يحرشوا فيهم عليا. شغل تما ولادي شغل أي حاجة هكا يقول لهم ما تدوش القش، ماماكم تقطعوا، ما تروحوش ليها تضربكم. حبيت حاجة باش هكا نقدر نجبد ولادي، باسكو أنا مزوجة في سكيكدا وولاية البويرة. إن شاء الله ما يكون غير خير، راح تجاوبك الأستاذة، راح تحاول تساعدك. شكرا لك، مع السلامة. تفضلي. اول شيء ننصحوا الاخت انه ما تعامليش بالمثل، هذا سي لو بوين دو ديبار. اوكي. دونك انت يا اولادك حاولي تحتويهم قدر الامكان، حاولي توفري لهم الامان معاك قدر الامكان، لانه الطفل ما يتعلمش عن طريق السمع. اوكي. الطفل يتعلم عن طريق القدوه، دونك الامر اللي راح يشوفه منك بالنسبه ليه هذاك هو الامر الصحيح. اذا شاف انه انت راكي تعاملي الاهل تاع 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 الوالد تاعو ربي يرحمه، الاهل تاع الوالدين تاعو ربي يرحمه، اذا شاف الطفل انك راكي تعامليهم بالحسنى، هو هذاك هو البرنامج اللي راح يتبناه. اوكي. ما تقوليش باللي ولادي صغار وما يعرفوش وما يفهموش، بالعكس حاولي قدر الامكان انه تبرمجيهم برمجه ايجابيه حول الاهل تاع يعني اهلهم. أوكي. يقعدوا في اخر المطاف اهلهم، هذا من جهه. من جهه ثانيه حاولي انك تكوني حازمه في الموضوع، يعني روحي لهذا الشخص اللي راه يقول انه الوالده تاعكم راح دير هكذا وهكذا وهكذا، وتحاوري معاهم بلسان الحلو كيما نقولوا. اوكي. بلا ما نضربوا بلا ما نواسيو، روح ليهم قال الابن تاعي ممكن راهو غلط، يعني الانسان برك يعرف كيفاش طريقه كيفاش يحكم، بالتي هي احسن. بالتي هي احسن. حاولي انك في اول شيء تلحقي لهم لو ميساج انديريكتومون باللي وليدك راهو يقول لك واش راكي وما راكيش راضيه على هذا الشيء. اذا شفتي هذا الشيء استمر، اهدري لهم مباشره. هضري مباشرة حول الأمر. خلينا نقولوا وكفانا من هذيك الحشمة اللي ما عندهاش مكان. اللي ما عندهاش مكان. أوكي. خصوصا في تربية الأولاد خلينا نكونوا حازمين شوية. أولادنا احنا اللي مسؤولين عليهم أولا هنا في الدنيا، ومسؤولين عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. صحيح. خلينا نكونوا حازمين شوية في التربية. نعم.